آخر سؤال شابتر 6 اللي هو في قانون الاستفاداش في الدين، كان مديك الرسمة وكنت اتفقت معاك إن قيمة الإي نوت في آخر مسألة، تفتكر ولا لأ؟ كنا بنحدد، كنا عايزين نحدد قيمة الإي نوت، وكنت بقول لك إن الإي نوت هي الفويد ريشيو اللي هيبتدي يحصل من عندها الهبوط، قلت لك إن إحنا المفروض الأصول نخشها بالسيجما نوت داش اللي هي الاوفر بيردن افكتيف ستريسز زائد وزن المبنى، صح ولا ايه؟ ده الصح، ده الصح وما فيهوش خلاف. احنا بقى في دفعتكم او مش في دفعتكم، في الاندر جراد على طول، ايه هي الاي نوت؟ هي اول قيمه في الجراد، اول قيمه في الجراد، اول قيمه عملت بيها التجربه، اول فويد ريشيو كانت في التجربه هي دي الاي نوت بتاعتنا. هي بالارقام في الاخر مش هتفرق، بس عشان تكون بتعوض بالارقام مظبوطه. الاي نوت الصح ايه هي؟ ايه هي؟ هي الاي نوت اللي هيبتدي يحصل من عندها الهبوط، واحد على واحد زائد الاي نوت في الاتش في سي سب سي او سي سب ار في اتش في اللوك، الاي نوت اللي تحت دي اللي هيبتدي يحصل من عندها هبوط، ده الصح ما فيهوش خلاف. انتوا بقى على طول هنثبتها، ايه هي الاي نوت؟ هي الفويد ريشيو اللي العينه اتحطت بيها جوه الجهاز. كان الفويد ريشيو بكام؟ هي اللي هي القيمه اللي بتكون في اول الكيرف ده من فوق. بالظبط، ايوه بالظبط. فانا دلوقتي مشكلتي كلها قيمه الاي نوت دي، بقى اخدها انهي واحده؟ كنت بقول لك هي دي الصح وما فيهاش خلاف، ان هي بتاعت السيجما نوت داش اللي هي الاوفر بيردن زائد وزن المبنى. ايوه ما فيهاش خلاف، وزن المبنى القديم. كنت ساعتها اصلا المفروض يبقى كل قيمه بالظبط، كل شويه الاتش بتتغير وقيمه الاي بتتغير، وهي بتقعد شويه كل شويه تقعد تتغير. ايوه بس قلت ان احنا عندنا اصلا تو ستيج. ايوه المفروض ان احنا ناخد اي وبعدين السج الجديد بالظبط، ده الصح. ايوه هو ده الصح. قلت اثبت اي واحده. ايوه والله. ايه بقى ليه الواحده اللي انا ثبتها؟ قلت لك هو اخدها اللي هي بتاعت اللي هي قبل ما يحط مبنى اصلا، بس ده برضه مش صح. هو ما قال لك الاي اللي احنا هناخدها ونثبتها هي الاي اللي في اول الكيرف. يعني بص على الرسمه عندك في الشيت، الاي اللي في اول الكيرف هي اللي جوه بولي 6 2. انا قلت لك انا قلت لك الصح ايه هي؟ ايه الصح؟ احنا بنقول واحد على واحد زائد الاي نوت. واحد على واحد زائد الاي نوت في السي سب سي او السي سب ار في الاتش في اللوج. صح؟ الاي نوت دي قال ايه؟ المفروض الاي دي بتتغير لكل ستيج، وايه هي الاتش؟ بتتغير لكل ستيج، كل حركه على الميل بتتغير فيهم الكورتين دول. ده اللي المفروض يبقى صح. بس انتوا مش هتندرجوا تحت الموضوع ده، ولا هتقعدوا توجعوا دماغكم بيه. احنا هنثبت ايه واحده؟ ايه الاي اللي هنثبتها؟ هي الاي اللي انا داخل بيها الكيرف من فوق. خلاص؟ ولا شو بقى سيجما داش ولا سيجما نوت داش ولا سيجما انا قبل المبنى ولا بعد المبنى ولا ليك اي دعوه. اول قيمه اي نوت هي اللي هتثبتها. خلاص كده يا شباب، كنت بس حابب اعدلها عشان لو جت ده لو جت في امتحان. طيب نبتدي نخش بقى في شابتر 7، يعتبر شابتر 7 هو اهم شابتر عندنا الترم ده بعد الكونسوليديشن. مش يعني هو الكونسوليديشن يعتبر نفس الاهميه، بس الكونسوليديشن كثيوري تعتبر بسيطه، هو مش تقيل وفي نفس الوقت ما هو الا انك تنظم بس افكار، انما هو مش صعب. شابتر 7 مشكلته انك تبقى يعني انت بقى لو بتفهم كويس وما بتتعبش في البيم هترتاح قوي في الشابتر. بعد ما هتفهم الشابتر هتبقى مشكلته ده الاكبر بقى ان انت تفهم السؤال. اه. يعني هي الفكره كلها لو فهمت السؤال هتعرف تحل بكل بساطه. انما الشابتر كسهوله او صعوبه هو سهل جدا جدا. بس تفهم السؤال. فعايز ايه ده بعد اذنك؟ هنخلص السكشن النهارده ترجع تذاكر اخرك يوم الجمعه. تقراه يا اما تجي لي السكشن الجاي قبل ما تخش لي السكشن تكون قاري احنا خدنا ايه. خلاص اجل لنا كويس ده يا باشمهندس. مفيش تاجيل. خلاص كويس مثلا. خلينا نشوف الكويس دي ايه. انا لسه ما حطيتش الكويزات. خلينا احط الكويز. بعد السكشن التاني. خلاص؟ فبعد اذنك هتروح تحضر محاضره، هتحضر سكشن لازم تذاكر. علشان ما تسقطش الشابتر ده. طيب.
ايه بقى في الشابتر؟ الشابتر اسمه شير سترينث. ليه بهتم بالتربة بالشير عموما؟ ليه بهتم باجهادات القص؟ بلاقي ان اي شكل انهيار في التربة بيكون فيه شكل الفيليير، فيليير سيرفيس شكل الفيليير سيرفيس بيبقى عامل ازاي؟ بتكون شكل الاجهادات على الفيليير سيرفيس موازيه لسطح الانهيار كالاتي. هنرسم مثالين كده بشكل افضل انهيار. لو انا حطيت قاعده على الارض بالمنظر ده كده، والقاعده دي عليها حمل معين وليكن بي، الاقي القاعده دي لو جيت الاستريسز تحتها زادت قوي نتيجه الحمل ده، ايه اللي يحصل؟ هيتكون لك، هنتكلم بقى طبعا في الموضوع ده ان تالت الترم الجاي يعني، يتكون لك حاجه بالمنظر ده وفيلير سيرفيس كده، بحيث ان القاعده دي ممكن تيجي تضغط على التراب وتلف وتهين الارض دي كده، او ممكن ان هي تلف بالمنظر ده وتهين الارض الناحيه الثانيه كده. ساعتها بنسمي الخط ده سطح الانهيار، وبتكون الاجهادات على السطح ده اللي سببت الانهيار كلها موازيه لسطح الانهيار. ونفس الحكايه هنا، يبقى انا هدفي ليه انا بدرس ميل شير ستريسز؟ ليه؟ لان على طول الانهيارات في التربه بتكون بسبب اجهادات قص. كويس؟ مع العلم ودي ملاحظه تحطها في دماغك طول حياتك لو انت دخلت المجال ده، ان احنا بنعتبر اجهادات القص دي ان انا لو عندي هنا اهو مثلا تراب هنا مثلا او زلط، سطح الانهيار ده عمره ما هيجي عند الزلطايه دي ويكسرها. مفيش حاجه اسمها ان الزلطه تتكسر. مفيش حاجه اسمها زلطه تتكسر، ما ينفعش. انت لو معاك زلطتين وهما ما بينهم مثلا شايلين حمل، عمرك ما هتيجي تقول الزلطه دي هتتكسر ومنها حصل انهيار. لا، انت الاسهل ان انت الزلطتين دول يتزحلقوا على بعض ويبعدوا عن بعض. عندها حصل انهيار. يبقى الانهيار بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل سلايدنج، بسبب سلايدنج اند اوفر تيرنينج او اوفر لاب، الحبيبات ترجع على بعض ويحصل الانهيار ما بينها. بالظبط، بيفك الانترلوكنج، التداخل ما بين كل حبيبه والتانيه. انما عمره ما هيجي يكسر حبيبه. تمام؟ ده مثال لشكل انهيار. طب ايه مثال تاني؟ ده لما هندرس في شابتر 8، هو ان انا لو جيت حفرت وعملت اكسكيفيشن في الارض بتاعتي بديبر او ستيبر سلوب ميل قوي شويه، ساعتها ممكن يحصل انهيار زي ما هندرس في شابتر 8 حاجه بالمنظر ده. ان يكون لك فيلير سيرفيس كده وتلاقي التربه جت هيلت بالمنظر ده كده. نفس الكونسبت، بلاقي ان الاجهادات اللي متكونه على الفيليا سيرتس ده بتكون اجهادات قص. ستيبر سلوب يعني سلوب ممكن يحصل انهيار لو هو الميل ده كبير شويه. عمر ما يعني عاده التربه بتحب ترتاح، هنعرف ازاي بقى نحسب الكلام ده كله. فلو حصل انهيار في السلوب ده بيحصل ازاي؟ في جزء من التربه كده بيحصل لي فيليا سيرتس هنا وكل جزء ده يقع. فبتكون الاجهادات المتولده على الفيلير سيرفيس ده كلها اجهادات من قص. فعلشان كده الهدف الاساسي من الشابتر ده ان انا ادرس الشير سترينث اوف سويل، ادرس مقاومه التربه لتحمل اجهادات القص. هو ده الهدف بتاعي. كويس؟ طيب، فلو جينا كده شفنا ادي الارض الطبيعيه بتاعتها ايه، وشفت انفينيتيزمال بوينت تحت الارض، نقطة صغيرة كده، عايز ابتدي ادرس الاجهادات على البريزم الصغير ده، او النقطة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ أي نقطة جوه الأرض يبقى عليها اجهادات عاملة ازاي؟ فلو جيت أخدت البريزم الصغير ده بره، بلاقي عليه الاجهادات الآتية. طبعًا أنا لو واخد بريزم هعمل له اكليبريم، يعني البريزم ده لازم يكون متزن.
فانا مش هدرس بس اجهادات راسيه وخلاص، انا لازم البريزم ده از ا فري بودي يكون متزن. فانا عرفت بكل بساطه ازاي احسب حاجه اسمها سيجما في شابتر 5 صح ولا ايه؟ ومنها عشان ده يكون متزن لازم يكون بيرد تحت البريزم ده سيجما في عشان ده يكون متزن. طيب هنعرف في الشابتر الجاي او في الترم الجاي ان اي اجهادات راسيه في التربه لازم تكون مصحوبه باجهادات عرضيه. وبتكون قيمه السيجما اتش دي او اللاترال بنسميها لاترال ايرث بريشر نسبه معينه من السيجما بي. والنسبه دي يا بتكون اقل يا بتكون اكبر. انتوا اخدتوا في الراي لحد دلوقتي ان هي اقل بس على ساعات بتكون اكبر لما نعرف الترم الجاي تبان. بس مين اللي بتكون عاده الاجهادات السيجما اتش مختلفه عن السيجما بي. طيب شيء نسبه منها المفروض النسبه منها دلالة اللاترال ايرث بريشر كوفيشن اللي هو كده. طيب تعال بقى نشوف هل هي دي بس الاجهادات اللي ممكن تتولد على بريزم زي ده؟ بلاقي لا، بلاقي انا لو عندي مكعب كده انا ضاغط عليه من فوق ب 100 كيلو ومن الجنبين ب 50 كيلو، المكعب ده لما يجي ينهار هينهار، هل هينهار على الزاويه 100 كيلو كده؟ يعني الاصول ايه؟ بيقول لك انا بضغط ب 100 كيلو كده راسي، المفروض الاجهادات كلها تبقى راسيه، ولما يجي يحصل انهيار يحصل لي راسي، يتلاقي المكعب ده نصين. بضغط عرضي ب 50 المفروض الاصول المكعب ده يجي ما ينهار ينهار لي اتجاه عرضي. بسبب الاجهادات. بس بلاقي انا بضغط ان هو ب 100 وسواء بضغط ان هو ب 50 او لا، الانهيار بيحصل ازاي؟ بزاويه. صح ولا ايه؟ يعني ايه بزاويه؟ معناها ان الفورسز الراسيه دي لما دخلت جوه المكعب ما بقاش راسيه بس. في كومبوننت منها اتحول لقوه خاص ميل لي سطح الانهيار. وده محسوس شويه بسبب البلجنج اللي ممكن يحصل واللي هو اللي بيحصل فعلا. لو عندك مكعب بتلاقي ان المكعب ده مع عمليه الضغط بيبتدي البارتكلز جواه عايزه تبعد عن بعض. وبسبب التداخل ما بين كل بقى هوموجينيوس ماتيريال، لو انا بتكلم عن القرصانه، بتلاقي البارتكلز بتبتدي تقرب من بعض اكتر وتبتدي تولد اجهادات قص. فده طبيعي. طول ما الحملين دول مش زي بعض لازم تتولد لي اجهادات قص جوه الاليمنت بتاعي. يعني انا لو جبت مكعب قصرت عليه ب 100 كده راسي و 100 افقي معلوش اجهادات قص، هتلاقي كده ما يتولدش فيه اجهادات قص. انما اجهادات القص تتولد امتى؟ لما تكون الاستريسز الافقيه والعرضيه مش قد بعض، ومنها غصب عني لازم تتولد اجهادات قص بحيث انها ستيل تخلي البريزم ده ان ايكوليبريم كونديشن. وهي لو كانت الشير ستريسز بتلف البريزم ده كلوك وايز لازم تناظرها شير ستريسز تلف كاونتر كلوك وايز علشان خاطر تدينا الايكوليبريم ويكونوا كلهم بنفس القيمه اللي بنديها المعامل ده. الانهيار هيبقى انفجار، يعني هتلاقي ان هو كله على بعض كده انفتش، انما عمره ما هيجي لك بلين اوف فيلر. طيب ما بقول لك هو انا فرضت اتجاه معين، بس ان اني واي ان لازم يكون لو ده بيلف كلوك وايز ده يبقى عكسه. هنعرف بقى امتى ده يبقى الدايركشن بتاعه كده او كده، ده هنعرف على حسب الكيسز، بس انا بتكلم من جنرال. باي ذا واي كده خلصنا الاستريسز اللي ممكن تتكون جوه اي تربه. المبنى القديم اللي هو مبنى خرسانه. هنطلع الدور الثاني اللي هو عارف مكان السكشن؟ هنكمل بقى على طول. هنلاقي بقى في سلم ثاني طلع المعمل القديم. باشمهندس معلش هو سؤال بس على الهم، هي السويل ما فيهاش انفعالات عرضيه ولا انفعالات عرضيه؟ طيب طول ما في ستريس طول ما في سيجما في انفعالات، طول ما في ستريس في مكان معين يبقى عندك انفعال على طول. ايوه طبعا بدلالة الهانكس موديل لسه بقول لك اهو بدلالة الهانكس موديل لسه كويس؟ حلو. طيب طول ما جت سيرة وجود نورمال ستريس اند اتس كورسبوندينج شير ستريس ده يرجعنا لقانون عتيق جدا اخذناه واحنا في ثانويه عامه واحنا في اعدادي واحنا في اولى ثانوي. حاجه بنسميها الليمت equilibrium against
سلايد اللي هو الانزلاق على السطح. الانزلاق على الاسطح. اهم كلمه عندي دلوقتي ولازم اكون فاهمها لك النهارده هي كلمه الليميت ايكوليبريم. وفاهمها تعالى نفتكر الكلام ده بكل بساطه. كان بيقول لك انت لو عندك جسم على سطح مايل بزاويه اسمها فاي والجسم ده ليه وزن كومبوننت اسمه دبليو بحيث ان الدبليو دي هيبقى له ليه اثنين فورسز واحده بارل للسطح ده واحده بيرفنديكولار عليه بيكونوا بدلاله الويت في الساين او الكوساين. لازم يكون عندي قوه رد فعل بنسميها تاو وليها كروسبوندنج نورمال فورسز بنسميها سيجما. العلاقه بين التاو والسيجما دي بتساوي ايه؟ التاو ده بيكون سيجما في المعامله. لا التاو يعني العلاقه العاطفيه هي ايه؟ ان السيج بتساوي سيجما في الميو. العلاقه دي ما فيش حد ما يعرفهاش. وهي الميو؟ الميو هو معامل الاحتكاك للسطح. واللي هو لما كنا كبرنا شويه عرفنا اننا لو رسمنا علاقه ما بين السيجما والتاو بيديني خط بالمنظر ده بحيث ان ميل العلاقه دي هو الميو والميو هو تان زاويه ميل زاويه معامل الاحتكاك. 2 على 3 منها ولا ايه الزاويه؟ لا لحد مش 2 على 3 2 على 3 ده لو سطحين مختلفين. لو حد يعني لحد حاجه معينه مع كلمه ما هو ده اسم كلمه ليميت كليب. تعالى بقى هنشرحها واحده واحده. كويس؟ فالعلاقه ما بين السيجما والتاو هي خط مستقيم ليه زاويه فاي. وقدرنا ساعتها نبسط القانون ده او نكتب القانون ده بصيغه تاني ان هو عباره عن السيجما في تان الفاي. والفاي دي هي زاويه هو زاويه معامل الاحتكاك او اللي بنسميها زاويه الاحتكاك على طول ما بين الماتيريال والبعضها. طيب طول ما العلاقه دي لحد دلوقتي جايه نتيجه ايه؟ نتيجه من الاحتكاك ان السطح ده فيه معامل احتكاك معين. يعني لو مشيت عليه ايديك تتعور بسبب الاحتكاك ده. يبقى الكومبوننت اللي مخلياني الجسم ده واقف هو مين لحد دلوقتي؟ احتكاك. كويس؟ طب لو جيت على الجسم ده وقمت حطيت لزق كده ده ما بقاش اسمه احتكاك، بقى فيه لازم كومبوننت ثاني يظهر لي جوه القانون ده علشان ياخد الافكت بتاع اللزق ده. كانك حطيت صمغ، الصمغ ده ملوش معامل احتكاك بس ليه افكت تلاصق. ساعتها القانون ده تلاقيه يكبر شويه ويبقى اسمه ان التاو بيساوي سي وهو ده الفاكتور اللي بيديني عمليه اللزق او التلاصق زائد سيجما تان فا. كويس؟ بحيث ان التاو هو الشير سترينث اوف سويل اقصى اجهاد قص اقدر احطه في السويل. بيساوي ايه؟ بيساوي الكوهيجن ريزيستنس نتيجه التلاصق زائد الفريكشن ريزيستنس اللي هو سيجما تان فا. يبقى الشير سترينث اوف سويل بيساوي كوهيجن ريزيستنس زائد فريكشن ريزيستنس. ريزيستنس جايه لي من اللزق والريزيستنس جايه لي من الاحتكاك. طيب طبعا ده وحدته السي دي وحدتها ايه هتكون؟ مين اللي هتبقى وحده ستريسز؟ عشان انا بتكلم هنا على ستريسز. فلو ده بكيلو جرام على سنتي يبقى ده بكيلو جرام على سنتي. كويس؟ التام 5 دي يونتس فلازم السيجما تبقى كيلو جرام على سنتي. صح ولا ايه؟ على سنتي ولا سنتي متر سكوير؟ على سنتي متر سكوير. طيب نشوف بقى امتى بيظهر لي السي وامتى بيظهر لي السيجما تام 5. السي بكل بساطه مين اللي بتظهر لي؟ بالفاين جرين سويل اللي هي الكلي سويل. فعشان كده بلاقي الكوهيسيف ريزيستنس بتجيلي مينلي من وجود كلي وعندها ده اسم جديد كنا سميناه كلي قبل كده كوهيسيف سويل او فاين جرين لو تفتكر. بنعرف برضو الفاين جرين سويل او الكلي سويل بانها حاجه اسمها سي سويل. جه الاسم ده منين؟ من الانديكيشن بتاع السي ده لان مينلي الكلي هو اللي بيكون فيه قوه لزق وهنعرف ازاي بدي دي كده مش هي نفسها التنشن الزفت اللي بيحصل
ميه اللي هو الريجن ما بص في نوعين من الاتكال او في نوعين من التلازم. في حاجه اسمها ادهيجن فريكشن في حاجه اسمها كوهيجن فريكشن. الادهيجن فريكشن هو اللي بيحصل ما بين تو ماتيريال مختلفين وهو اللي حصل في الكابيلاريتي كان في ميه وازاز هو اللي سبب لك التلاصق. الادهيجن ما بين نفس الماده والكوهيجن لا الادهيجن ما بين تو ماتيريال مختلفين. الكوهيجن هو اللي ما بين تو ماتيريال زي بعض. تمام؟ طيب نكمل. فطلع اسم جديد للسويل لو هي اسمها سي سويل معناها ان ميل ريزيستنس بتاعتها بتتاخد من السي الفاكتور اللي اسمه سي. وطلع طيب ده لو هو سي. طب لو تربه ايه التربه اللي يكون ليها فريكشن ريزيستنس؟ ساعتها عاده بتبقى التربه دي ساند وطلع اسم جديد للساند بدل ما هو كورسي جرين سويل او كوهيجن ليس سويل ان هي ممكن اسمي الساند دي انها فاي سويل. جه منين الاسم الجديد ده؟ ان هي بتاخد الريزيستنس فريكشن بتاع الريزيستنس اوف شير سترينث بتاعها من الفريكشن. يبقى انا لو عندي سي سويل ساعتها التاو العلاقه ما بين لو عندنا اسف الاول فاي سويل يبقى العلاقه ما بين السيجما والتاو هي العلاقه دي. طب لو كان عندي سي سويل يبقى العلاقه ما بين السيجما والتاو عباره عن ايه؟ لو هي سي سويل اونلي هيبقى رقم ثابت وهو السي. واحده الكليه انا بتكلم دلوقتي هقول لك امتى ممكن يحصل بس هو مين لحد دلوقتي هقول لك الكليه ده ازاي بياخد اصلا ريزيستنس بتاعته بس ستيل مفيش فريكشن في الكليه. سيبني انا اغفلك براحتي بقى يعني سيبني انا افهمك زي ما انا عايز يعني ده كانه بيور ساند وده كانه بيور كليه بالظبط. انا بتكلم على بيور كليه دلوقتي. الكلية هيظهر لما نكبر شوية وتفضل تراي اكسيا ولا لا؟ اه ده رقم خلاص شابتر تقريبا بجد؟ طيب هنعرف امتى يحصل لي مش فريكشن انترلوكينج في الكلية انما الكلية ملوش فريكشن في تداخل يجيب لك فويل اللي هي في الترين كونديشن. لما نعرف هنوصل واحدة واحدة ما تستعجلش. طيب لو كانت بقى هي سي اند فاي سويل او بنسميها سي فاي سويل ساعتها شفت العلاقه ما بين السيجما والتاو عامل ازاي؟ اجي اقطع جزء في المحور التاو اسمه سي واطلع بميل اسمه فا. صح كده ولا ايه؟ طيب تعالى بقى نشوف يعني ايه كلمه ليميت ايكوليبريم. معلش ممكن تاني اخر لو هي سي فاي سويل يعني دي لو فاي سويل دي لو سي سويل دي لو سي فاي سويل يعني ايه فاي سويل؟ اللي هي ساند فاي سويل ساند تقريبا ساند جرافل كورسي جرين سويل يعني حاجه تكون حضرتها ما تنفعش مع بعضها مين اللي بتاخد الريزيستنس بتاعتها من الفريكشن ساند سويل اي سي وفاي ساند كلي سيلتي جرافل. فاهم ازاي؟ حاجه فيها سي وفاي فيها كومبوننت يديك تلاصق وكومبوننت يديك فريكشن لازم تكون العلاقه بالمنظر ده. ده معناه اللي هي السي سويل ده بالظبط. لو هي مينلي سي سويل بس بلاقي ان الافكتيف ستريسز او السيجما دي ما بتاثرش فيها. هنعرف واحده واحده. اللي انت بتقوله صح ما بتتاثرش بالعمق صح. تمام؟ لو هي مينلي بيو سي سويل. طيب نكمل. تعال نشوف يعني ايه ليميت ايكوليبريم. تعال نفترض ان الوزن ده وليكن جاب لي هنا اهو وليكن 50 طن على المتر مربع مثلا دي الفورس اللي عايزه توقع المكعب. وانا حسبت بالايكويشن الصغيره دي طلعت لي ان قيمه التاو بتساوي 100 طن على المتر المربع. كده في اتزان؟ لا في حاجه اسمها يبقى هنا 50 وهنا هو 100 كده معناه ان هو يطير. بس ده واقف دي مش فورس هي الليمت ليمت ايوه يعني ايه ليمت؟ يعني مش اقصى هو اقصى جهه انه 100 100 يعني دلوقتي الارض هنا اهو حسب الستريس كام؟ 50 يبقى ده معنى كلمه ليمت. ايه معنى كلمه ليمت قصدي عليها؟ ان طول ما الستريس ده اقل من الماكسيموم سترينث اوف سويل او الماكسيموم سترينث اللي يقدر يشيله السطح ده انا بتكلم على ستاتيك ايكوليبريم. يعني ايه ستاتيك؟ ان لو دي 50 يبقى دي اختها تحت 50.
اتزان ستاتيك. امتى بسميه ليميت ايكوليبريم؟ لما يبقى الاكتنج ستريس هيساوي الريزيستنج ستريس. عند النقطه دي يبتدي يحصل لي ليميت ايكوليبريم، ده الاتزان عند نقطه الانهيار. وده اللي لازم يحصل في التربه، التربه لازم توصل لحد الليميت ايكوليبريم علشان يحصل انهيار. ونعرف ازاي بتتفق معايا في ايه في الشرح ده كويس. يبقى عرفنا معنى ايه كلمه ليميت ايكوليبريم. طول ما انا تحت قيمه الشير سترينت اقصى جهه تقدر تشيله السطح ده واللي هنتكلم عليه التربه، يبقى انا عايز ستاتيك كونديشن، الاكتنج هو رياكت. اول لما اوصل للماكسيمم شير ستريسز او السترينت اوف سويل ساعتها بتكلم على ليميت ايكوليبريم، النقطه اللي هيبتدي يحصل عندها انهيار. كويس يا شباب؟ كويس ولا لا؟ تمام. طيب بنسمي بقى قيمة، بنسمي السي والفاي هما الشير سترينث بارامترز، وده طبيعي لازم اي ماتيريال في الدنيا يبقى ليها بارامترز عشان تعرف تعمل بيها اي حاجة في الدنيا. زي اقرب مثال لما تيجي تخش مثلا اي برنامج في الخرسانة لازم تعرف له لينكس مودرس، لازم تعرف له الجاما، لازم تعرف له الاف سي يو، تعرف له الاف سي داش، تعرف له كل البارامترز اللي انت محتاجها للهوموجينيوس ماتيريال دي عشان تعرف تعمل لها ديزاين ويعرف يطلع لك فيها ستريننج اكشن، صح ولا ايه؟ نفس الحكايه في التربه، التربه علشان خاطر تعرف تدخل برنامج معين، ركز معايا، عشان تعرف تدخل البرنامج المعين نوعيه التربه دي ايه؟ لازم تعرف لها السي والباي. السي والباي دول حددهم ازاي؟ زي الخرسانه، انت بتحدد اليانجز مودلز ازاي؟ اليانجز مودلز ده يا شباب اللي هو الاي اللي انت بتعرفه في الساب 4400 جهاز الاف سي يو، ده جاي منين؟ ايوه القانون ده جاي منين؟ يعني القانون ده مقدس؟ القانون ده جاي امبيريكال من المعمل، واكتر حاجه تثبت لك كده ايه؟ ان هو وحداته مش موزونه، صح ولا ايه؟ وطول ما الوحدات مش موزونه لازم تستخدم ال 4400 جهاز الاف سي يو، لازم تستخدم الاف سي يو بالنيوتن على الملي، لو استخدمتها باي واحده ثانيه طلعت ده غلط، لازم تستخدمها بالايكويشن دي اللي طلعها باليونت بتاعتها، صح ولا ايه؟ فالقيم اللي انت بتستخدمها في الخرسانه دي جايه من تجارب عمليه، بس الخرسانه ملي تعتبر هوموجينيوس وفيري سيمبل ماتيريال مقارنه بالسويل، لان السويل اختلاف شكل البارتكلز والفويدز بتاعتها بتديك سترينث مختلف تماما عن اي تربه. فلازم تمسك كل تربه لوحدها تعمل لها اختبارات في المعمل عشان تطلع الكبتين دول. تمام؟ شابتر؟ حلو؟ واول البيزكس دي هو انا طالما عندي ستريسز يبقى انا وانا وطول الشفه ده هتلاقيني برسم وبقعد اعرف التوالي وحاجات زي كده، فلازم احدد الساين كونفنشن للستريسز دي. بحيث لو عندي اجهادات نورمال ستريسز سيجما اشاره بتاعتها هتبقى بوزيتيف لو كانت هي كومبريشن ستريس، وهتكون نيجاتيف لو كانت هي تنشن ستريس. يعني لو جيت تقول لي على البريزم ده قوه تنشن لفوق وتحت معناها كده ان القيمه بتاعته نيجاتيف، وده طبيعي، انت لازم اي فورسز او اي ستريسز في الدنيا تعرفها بمقدار واتجاه، ده طبيعي. كويس يا شباب؟ طيب تاني حاجه التاو، التاو هتكون موجبه لو كان الكابلد مومنت اللي بتكونه على البريزم كاونتر كلوك وايز، هتكون سالبه لو كان الكابلد مومنت كلوك وايز. تمام؟ طيب عرفنا ساين كونفنشن. لحد دلوقتي انا بقيت اقدر احسب الاجهادات او اعرف افهم يعني ايه اجهادات على البريزم الرأسيه وافقيه، لو البريزم ضيق هو بالمنظر ده المربع. بس في الحقيقه انا ما بيهمنيش ان انا ادرس الاجهادات على البريزم وهو بالوضع ده بس.
انا يهمني اكتر ادرسه لو الاجهادات على الاجهادات لو البريزم ده لف. يعني ايه لف؟ تعال نشوف يعني ايه لف. مفيش حاجه اسمها اتصال يعني بريزم ينكسر. طول ما بتكلم على انفينيتيزمال بوينت هي مش هتتكسر. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل لها واحده واحده عليها. قبل ما انا احط الحمل ده هرسم في الجزء الصغير ده هنا اهو تو بريزم بريزمين فوق بعض. ولازم التو بريزم دول هيكونوا الايكوليبريم صح ولا ايه؟ ادي البريزم اهو وادي البريزم الثاني تحتيه. كل الاستريسز تعتبر اللي شيل اللي هنا وشيل اللي هنا زي بعض بالظبط. صح ولا ايه؟ طيب لما يجي يتكون سطح الانهيار البريزم ده هل هيفضل زي ما هو كده؟ لازم تلاقيه عمودي على سطح الانهيار علشان تبقى الشيل فورس موازيه لسطح الانهيار، صح ولا ايه؟ ساعتها لازم البريزم ده بدل ما هو البريزمين دول راسيين كده اهو، تقول لي والله ادي سطح الانهيار اهو. ساعتها لازم البريزم ده يجي لي عمودي على سطح الانهيار والبريزم الثاني يبقى عمودي عليه. ليه البريزم الثاني يبقى عمودي عليه؟ علشان احقق الليمت ايكوليبريا. لازم هما الاثنين عند النقطة اللي يحصل عليها انهيار هما الاثنين يبقى عليهم نفس الاستريسز. ده الليمت ايكوليبريم كونديشن. صح ولا ايه؟ عندها البريزم ده اللي حصل له لف. يعني ايه لف؟ يعني الاستريسز عليه اتغيرت. ما بقيتش ادرس استريسز مينلي في اتجاه واي وفي اتجاه اكس، لا انا بقيت ادرس استريسز مايله على البريزم ده. فانا بيهمني ادرس الاستريسز على البريزم ده لو لف في اي دايركشن. بمعنى ان انا والله عندي البريزم اهو عندي البريزم اهو بالمنظر ده كويس. انا البريزم ده مش عايز عليه ستريسز لو هو بالمنظر ده بس، انا هدرس هكون عارف والله هو ممكن ينهار على زاويه معينه، فانا عايز الستريسز اللي هتتكون عليه في الزاويه دي. فاعمل ايه؟ يعني انا عايز البريزم ده لو لف بالمنظر ده لو بقى عامل كده شكل الاجهادات دي بقى اللي هي السيجما تيتا والتاو تيتا يبقوا عاملين ازاي؟ اللي هو يتهم حاجه بالمنظر ده كده بلين، ان البلين جوه البريزم ده او خلال البريزم ده هيلف له البريزم تتكون لي عليه اجهادات بالمنظر ده. عايز ادرس الاجهادات دي. فبكل بساطه كان ليها كذا حل. ان انت لو جيت اخدت المثلث ده وليكن اي حاجه بره وتقول لي والله ده عليه هنا اهو سيجما اي وتاو واي او تاو وهنا اهو تاو وسيجما اكس، تقول لي والله قيمه السيجما تيتا والتاو تيتا تكون ايه؟ عندك كذا ميثود. اول ميثود كان بستاتيك ايكوليبريم عادي، تقول لي سمشن فورسز في اتجاه اكس يساوي صفر وسمشن فورسز في اتجاه واي يساوي صفر. تحلل القوة بتاعتك وتساوي في اكس وواي وتحدد ما فيهاش مشكلة. صح ولا ايه؟ دي طريقة تعرف تحدد بيها الاجهادات على أي زاوية ميل. طيب دول البرنسبل يا باشمهندس؟ دول البرنسبل؟ لسه ما اتكلمناش على البرنسبل، لا مش البرنسبل. معنى كلمة برنسبل يبقى بيور ستريس وزاوية ذا اذر ستريس، يعني يبقى نورمال ستريس لوحده. من غير شيء. هو الستريس على الاتجاهات المتوازية متساوي؟ يعني انا في هنا زاويه. بص خلي بالك انت بتتكلم على ان البريزم ده اتكسر، انا بتكلم ان البريزم ده لف عشان اكون ان جنرال كونديشن. البريزم ده لو لف بنفس الاتجاه القوى الراسيه والافقيه حلل على 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 البلينز اللي لف دي وهات النورمال وشيل السيريسز. ده انا قصدي. فعندك كذا كيس، في ناس بتقول لك خلاص انا هعتبر ان ادي البلين وكاني اخدت جزء نص نص المكعب ده والمربع ده وابتدي ادرسه ستاتيك عادي. ده حل. تاني حل ده برضه خدتوها في الاستاتيك اللي انت كنت بترسم ستابيليتي بوليجون اللي هو مثلث القوه. كنت بتاخد كل قوه كمقدار واتجاه تقيسها بالمسطره بالاتجاه بتاعها والقوه اللي تقفل لك المثلث دي اللي هتديك اتزان. وده هتكلمها ان ديتيل الترم الجاي. هتتبهدله ستابيليتي بوليجون. تالت طريقة بقى وهي دي المشهورة، إن أنا لو عايز أبتدي أدرس الإجهادات
في اي ميل للبريزنت ان انا بتكلم على مورز سير وكنت جات لك فكرة المور سيركل دي ساعتها فين؟ في ستراكشر كنت درستها وانت بتحسب المومنت اوف انيرشي خدتوها في الستريسس؟ جيولوجيا وستريسس ما خدناش في الجيولوجيا انا فاكرها في الستريسس في المومنت اوف انيرشي طيب ايه فكرة المور سيركل؟ هو مور طلع بحل رياضي او حل جرافيكال للعمليه اللي هي بتاعه سبمشن فورس في اتجاه اكس والكلام ده كله ان انت تحلها بالدايره بحيث ان انت تيجي ترسم الاجهادات ان يكون النورمال ستريس على اكس اكسس والشير ستريس على واي اكسس وموجود ملاحظه مهمه قوي هنا بنفس بنفس الوحدة ومقياس الرسم يعني ايه؟ يعني انت هنا اهو هتبتدي تبتدي ان هو لازم كيلو جرام على السنتي طن على المتر كيلو باسكال تكتب الوحدة هنا وهنا تاني حاجة هتبتدي تقسم ورقة الرسم البياني بتاعتك 10 20 30 40 تمشيلي ان اهو 10 20 30 40 ليه؟ لان هي دايرة ما ينفعش يبقى دايرة نص قطرها ان اهو 200 ونص قطرها ان اهو 100 صح ولا ايه؟ لو جيت خليت المقياس الرسمي ان هو مختلف المساله بصفر ما فيهاش نقاش بصفر انت جايب حاجه مساله ثانيه خالص لازم ان هو المقياس هنا هو هو هنا تمام كويس وتخلي بالك من الاشارات الاشارات بتاعتك في الرسم مهمه جدا طيب تعال نشوف ازاي الرسمه دي او بستخدم مور سيركل علشان احدد الستريسز في كذا بلين او عند البلينز اللي انا عايز ادرس عندها واتفقنا ليه بحب ادرس يعني ليه بهتم بالستريسز على بلينز مختلفه البريزم ده بيميل بيها علشان هدفي احدد الاجهادات عند البريزم لما يحصل انهيار هيلف بزاويه كام طب الانهيار ده حصل عند الستريسز بتساوي كام كويس ليه بدرس كل الليله دي بسبب سطح الانهيار ده نبقى عايز احدد الويكر سيتا او الويكر انجل اقل زاويه انهيار او زاويه انهيار اللي هيبتدي يحصل عندها انهيار ده اضعف زاويه يحصل عندها انهيار طيب ده رقم واحد ببتدي ارسم المنظر ده واخلي بالي من مقياس الرسم طيب تاني حاجه بقى تعال نشوف ازاي بنستخدم مور سيركل علشان خاطر ادرس الكلام ده ممكن ساعتها نطبق على مثال على طول نحل على طول تعال نحل على طول مساله رقم واحد ونشوف ازاي بنطبق على مور سيركل الاجهادات دي لو انا عايز احدد الاجهادات على اي بلين وعايز اعلمك كام حاجه كده زياده المسألة الأولى بيقول لك إيه؟ بيقول لك عندك stresses given the stresses on two perpendicular planes. طب عشان الكلمة دي مهمة أوي زي ما هنعرف دلوقتي. ال two perpendicular planes يعني البلين ده والبلين ده عموديين على بعض. بيديك ال stresses عليهم. هنشوف دي هتفرق معايا في إيه دلوقتي. بيقول لك إن النورمال stresses ب 6 كيلو جرام على السنتي والشير stresses بموجب 3 كيلو جرام على السنتي on the horizontal plane. يبقى بيقول لك إن السيجما بي دي ب 6 والتاو هنا اهو بثلاثه وبتلف كاونتر كلوك وايز ومديها لك اشارتها موجبه. كويس؟ يعني بتلف كاونتر كلوك وايز. ومن هتلاقي ده غصب عنك زي ما هنشوف ده يلف لازم كلوك وايز. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اون ذا هورزنتال بلان اند اد نورمال ستريس ب 1 كيلوجرام على السنتي وشيل الستريس بسالب 3 كيلو جرام على السنتي. يقول لك ارسم دايره مور. هو اداك دي الستريسز على التو بيربنديكولار بلين. تعالى بقى نشوف تفرق معايا في ايه الموضوع ده. ان انت رقم اثنين محتاج ترسم السيركل. مش هفضل العكس معلش. السيجما.
سيجما ايه؟ بقول لك على الريزولتنت لين ها سيجما بواحد فالريزولتنت لين اللي تحت. لا ايه مسألة كويس بيقول لك جيب سيلز ان تو بيرديكتور بليز نورمال سيلز ب 6 كيلو جرام على السنتي وشيل سيلز ب 3 كيلو جرام على السنتي اون ذا هوريزونتال بليت. هي المفروض يعني مكان اند دي يعمل كوما يعني. بعد كده اند نورمال سيلز ب 1 كيلو جرام على السنتي وشيل سيلز ب 3 اون ذا فيرتيكال بليت. يشير يعني هو اللي متعرف على الجوال الفيرتيكال بليت. ايه المسألة يا زكريا كويس. انت قريت المسألة؟ هو بيقول لك ال 6 وال 3 على الهوريزونتال. والواحد والثاني الثلاثه على الفيرتيكال. ماشي. انا الهوريزونتال دي جايه بعد الشير يعني. طب اون ذا هوريزونتال بلين يعني هوريزونتال وبلين مالهاش علاقه بشير. هو بيقول لك التول ستريسز دول بيهزروا بيأثروا على هوريزونتال بلين. طيب تعالى نرسم الدايره. طب هدرو سيركل ازاي؟ عندك حالتين. انك عشان تدرو سيركل لازم تكون عارف تو بلينز عليهم الاستريسز بكام؟ يعني لازم اكون مديلك تو بلينز عارف عليهم الاستريسز. لو عرفت الاستريسز على تو بلينز ساعتها تعرف ترسم دايره مور. بس عندك تو كونديشن او تو كيسز. ان انت لو كانت الزاويه ما بين التو بلينز دول بتساوي 90 درجه عندها لو وصلت خط ما بين النقطتين دول هيمثل لك ايه للدايره؟ لو وصلت خط ده هيمثل لك دايامتر. احنا بنرسم ب 2 سيجا. انسى 2 سيجا دلوقتي. انسى 2 سيجا. خلاص؟ ساعتها لو كانت الزاويه ب 90 ما بين التو بلينز اللي عليهم الاستريسز دول الزاويه ما بينهم 90 درجه انت هتعرف توقع انت معاك هنا اهو نقطه ونقطه صح معاك نقطتين. تعرف توقعهم على العلاقه ما بين السيجما والتاو زي ما هنشوف النقطتين دول لو وصلتهم ببعض وانت عارف ان البلينز ما بينهم بيربنديكولار ساعتها الخط الواصل ما بينهم هما الاثنين ده يمثل لي قطر في الدايره. صح ولا ايه؟ تاني حاجه لو كانت الزاويه ما بين التو بلينز دول لا تساوي 90 درجه ساعتها الخط الواصل ما بين التو بلينز دول هيمثل لك كورد في الدايره يمثل لك وتر. مركز الدايره على طول بيبقى فين؟ ذا سنتر اوف سيركل ات سيجما اكسس. لازم يكون مركز الدايره اللي هترسمها على الاكس اكسس او السيجما اكسس. خلاص؟ طيب تعالى نشوف المساله بتاعتنا دي ازاي ارسم الدايره. ادي هنا اهو السيجما وادي التاو. هبتدي اكتب هنا اهو كيلو جرام على السنتي واكتب هنا اهو كيلو جرام على السنتي وابتدي اكتب التقسيمه او الابعاد بتاعت اقسم بمقياس رسم معين. بعد كده ابتدي اوقع الهوريزونتال بلين عليه كام؟ 6 سيجما اكس دي ب 6 يعني المسافه دي كلها 6 وتطلع 3 ادي دي اول نقطه. وليكن هسمي البلان ده بلان ايه؟ هسمي البلان ده كده اهو بلان A وهسمي البلان ده كده اهو بلان B. حلو؟ فدي النقطة دي اللي هي اسمها ايه؟ عندي 6 وعندي 3 هنا. تاني نقطة عندي 1 وعندي 3 هنا. وليكن B. حلو؟ ساعتها زي ما اتفقنا بيقول لك ان الستريس دي بتأثر على طول بالبنديكولار بلين. معناها ان الخط الواصل ما بين النقطتين دول بيمثل لك دايامتر قطر في الدايره وعندها منتصف الدايامتر ده يبقى فين؟ لازم غصب عنك يكون على السيجما اكسس. تحط البرجر بتاعك هنا وتفتح لنقطه ايه وترسم الدايره بتاعتك. مالكم بتتحفوا ليه؟ احنا مش هنرسمها بايدينا؟ لا بالبرجر بقول لك تفتح البرجر بايديك ازاي؟ ازاي؟ حلو؟
باشمهندس بس كده في جزء من السؤال عليه. واحده واحده ده اول سؤال كده. طيب هتلاقي يعني انا بقى يعني على حسب بقى الدنيا هتطلع لك، بس انا بضحك عليك عشان هي هتطلع لك فيها جزء هنا وكده بس يعني على حسب بقى البرجر بتاعك وانت بتسال. تمام حلو. طيب يبقى انا كده خطوه رقم واحد رسمت التو اكسس دول واخدت بالي من المقياس. رقم اثنين حددت وعرفت ارسم الدايره. هدفي اعمل ايه في الاول وفي الاخر؟ هدفي انا رسمت الدايره دي ليه؟ عشان عايز احدد الاستريسز على اي بليم بيميل بزاويه معينه. علشان ابتدي ادرس الميل ده في طريقه مشهوره قوي في مور سيركل هي اللي بتساعدك تحدد الاستريسز على اي ميل، وهي انك تحدد نقطه بنسميها البول ميثود او البول بوينت. هي دي النقطه اللي عندها تقدر تاخد منها اي خط وتحدد ليه الاستريسز بميل معين. ايه اللي بيميز نقطه البول دي؟ عندها ايوه ايه اللي بيميزها؟ الاستريسز. ان اي بلين يعني بمعنى انت معاك الاستريسز على بلين معين زي نقطه A و B، انت معاك الاستريسز على نقطه A و B وانت عارف الاستريسز دي بتاثر على بلين عامل ازاي، بمعنى ان نقطه A الاستريسز عندها بتاثر على بلين افقي، ومنها لو جيت اخدت من نقطه A خط افقي يوازي البلين اللي بيأثر عليه الاستريسز بتاعته يقطع لك نقطة البول. لازم تقطع المسطرة الثاني. تقطع الثاني كمان. خط راس. ولازم لو كانت الاستريسز عند بي بتأثر على بلان راسي لازم لو جيت اخدت من نقطة بي خط راسي، استنى بس عشان اكفلك. لو جيت اخدت من نقطة بي خط راسي وصلت وجعت شويه ولا ايه؟ حلو؟ جيت اخدت منه خط راسي لازم برضه يقطع لك عند نقطة البول. هتيجي تسيبها بينا احنا ما بنضحكش عليك والله بس هو ده اللي بيحصل. باشمهندس ايه على بلان ودي على بلان تاني صح؟ اه بس التو بلينز دي ايه الكونديشن ما بينهم؟ انهم بيربنديكولار على بعض. ممكن اكل بلان تانية كده؟ مفيش حاجة اسمها، دي نقطة البول هي نقطة يونيك، يعني نقطة ملهاش مثيل. هي الوحيده اللي كل البلينز لازم تمر بيها. مفيش حاجه اسمها دايره ليها نقطتين بول. كويس؟ لو خدت من بي خط افقي كده ومن اي خط افقي. ايوه يعني بي دي دي ستريسز بتاثر على بلين راسي. مفيش حاجه معناها ان انت تاخد خط افقي ما يمثلكش اي حاجه. خط الافق عند نقطه دي ده ما يمثلكش اي حاجه. هي دي ايه اللي بيميزها؟ انها الستريسز اللي بالقيمه دي اللي هي السيجما بتاعتها. والتاو بتاعها بيأثر انا اسف على فيرتيكال بلين. فلازم اقطع نقطة بي فيرتيكال لازم اقطع نقطة في البول. تمام؟ عندما حددت النقطة دي ساعتها هقدر احدد الانحداد على أي بلين يميل بأي زاوية. يقول لك والله أنا عايز أحدد الانحداد على بلين بيميل بزاوية 30 كلوك وايز. تعمل إيه؟ تيجي من نقطة البول من الهوريزونتال بلين تاخد زاويه 30 تمشي هنا الاجهادات اللي عند النقطه دي هي السيجما تيتا والتاو تيتا. طب انا بمشي 30 هو بيقول لك السيتا كذا كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ انا بقيسها 30 بقى. بقيسها 30 ولا بقيسها 60؟ بتقيسها 30 ملهاش دعوه باللي كنت بتاخده في الاستراكشر. على فكره ان دايره كور اصلا بتترسم بمقاسين، يعني انا لو بصيت على الاثنين بلاينز اللي انا رسم عليهم انا مش فاكر كانت التيوري ساعتها ايه السبب اللي احنا كنا بنرسمها على 180 مكان نضربها في 2 مش فاكر السبب، بس على ما اتذكر او مخيلتي انا ايه ممكن ابقى ارجع ابص عليها دي ايه السبب اللي احنا كنا بنضرب في 2 تيتا، انما على ما يعني اللي انا حاسه ان البريزم ده يعني هو الزوايا بتاعته بتختلف على 360 فمحتاج اضرب. ان انا لو اخدت مستويين عموديين زي ما احنا رسمين الدايره لو جيت تبص على المستوى اللي هو عليه وانت موصل الاي بي بي هتلاقي الزاويه بتاعته 180 يعني النقطتين على نفس الانتداب بتاع الخط. فهو كان المستوى نقطه اي لما تيجي تمد ادي البريزم بتاعها وايه البريزم بتاعها عليه هنا اهو السيجما ايه والتاو ايه مظبوط تاو ايه؟
ولازم البربنديكولر عليها هيبقى عليه سيريسز بكام؟ اللي هو بتاع البي، اللي هو هتلاقي ان هو ده سيجما بي او بي. لا ما دي سيل على الاقل، انا بجيب كيلو جرام على سنتي سكوير. فين طب فين انا كاتبها دي؟ كاتبها فين؟ طن متر سكوير. طن على المتر سكوير، طن على المتر سكوير. ده ستريسز. هو فورسز بريد. انا مش فاكر، انا هبص على التيوري تاني كان ايه السبب ان احنا بنضرب في اثنين، بس احنا هنا اهو لا ما بنضربش في اثنين، على طول الزوايا بتاعتنا ثابته. بس هتشيك انا ساعتها كان ايه السبب ان احنا بنضرب في اثنين، انا مش فاكر بصراحه. بس هتشيك عليه. دي السبب اللي كنا بناخد السيدة نضربها في اثنين، انا مش فاكر احنا بنعمل كده فعلا، بس مش فاكر ليه. انا لسه لحد دلوقتي مش فاكر النظريه كان ايه سببها في كده، بس هبص عليها تاني. بس احنا عندنا بنعمل ايه؟ السيدة زي ما هي. البلان اللي هبتدي ادرس من عليه عايز والله البريزم ده لو لف 30 درجه. يعني ايه؟ هاجي من لف 30 درجه كلوك وايز، لف 30 درجه كلوك وايز من الهوريزونتال بلين. يعني من الهوريزونتال بلين ده لف 30 درجه كده. فساعتها هيبقى شكل البريزم عامل ازاي؟ هاجي هنا اهو اهو واخد خط كده بزاويه كلوك وايز 30 درجه يقطع لي هنا اهو، هيبقى شكل البريزم عامل ازاي؟ اهو. عليه هنا اهو السيجما تيتا والتاو تيتا. طبعا هتبقى كلوك وايز عشان نبين ان التاو بتاعتها نيجاتيف. لو كانت الزاويه ساعتها ثانيه واحده، ساعتها لو عايز تاخد العمودي على ده، يعني عايز تعرف الاستريسز العموديه على ده اللي هي الاستريسز اللي هنا تعمل ايه؟ لو عايز تحدد الاستريسز اللي على البلين ده والبلين ده تعمل ايه؟ 120 ولا 120 تيجي على ده تاخد عمودي. ويبقى دي هي دي الاستريسز، ده شكل البريزم. ويبقى اللي هنا هم اللي هنا، واللي هنا هم اللي هنا. هما اللي هنا. انت عايز دلوقتي شباب ركزوا معايا. عايز تحدد على زاويه 30 السيجما سيتا والتاو سيتا، عرفنا ازاي نحددها؟ عرفنا ازاي نحددها؟ اللي هي الاستريسز دي. طب انت عايز الاستريسز اللي على البلان ده تعمل ايه؟ ما هو ده وده عمودي، يبقى لازم يكونوا لي زي ما ده وده هنا اهو كونوا لي 90 درجه، لازم يبقى ده وده يكونوا لي 90 درجه. فساعتها يبقى الاستريسز اللي على ده هي اللي هنا، والاستريسز اللي هنا هي اللي هنا. بنفس بقى الاشاره بتاعتها على حسب الكونديشن، يعني الاشاره هنا بتاعه هنا وايد تبقى موجبه وتظبط بقى. 90 درجه لفوق ممكن لفوق، ما عشان كده ما انت 90 درجه لفوق تطلع فين؟ تطلع كده سهل. لا وازاي ما انا لافف في 30 معلقه؟ حاجه زي كده بتبقى على الاستريسز. لو طلعت فعلا متصل كده لو كانت الزاويه دي كاونتر على الكوره. لو كاونتر كروك وايز هتلاقيها طالعه بس ليها قيمه صغيره قوي. يعني حاجه صغيره قوي على حسب انا، بس عشان مش هتيجي معايا يعني مش عارف هتيجي يعني، يعني انا لو رسمها كويس هتيجي يا لازم تطلع مماس من عند النقطه مش مماس ولا حاجه، لو طلعت لك مماس يبقى هي نقطه البول. الفكره ان اه ماشي يبقى السيلز على نقطه البول. اني هاو يعني الكلام ده ما تتطرقوش ليه قوي، الكلام مش معقد للدرجه دي يعني، هي كلها بلينز وزوايا هتعرف تحسب لها عادي. طيب باشمهندس هو انا اشمعنى الخط اللي فوق اللي هو بيديك بيقول لك والله الفيل 30 درجه من الهوريزونتال بلين كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز لازم يقول لك كويس؟ باشمهندس احنا هنحتاج منقله او حاجه؟ ايوه طبعا انت لازم يبقى معاك منقله وفرجل ومسطره واستيكه زي ما الراجل ده بيقول. طيب حلو. طب الفورس اللي على البلين بس ازاي تاني معلش؟ انهي بلين؟ يعني انا اخدت الخط ده كده الفرق بقى اللي على البلين ده هي دي. اللي على البلين ده ما هو ده البلين اهو، ده الموازي للخط، ده الخط الموازي للبلين ده، يبقى هي دي الاستريس اللي على البلين ده. طب العمودي عليها عايز احددها، اخد موازي للخط ده منين؟ من نقطه البول اللي هلاقيها 90 درجه من الخط ده. حلو؟ عارف برضه الارقام ايه علاقتها ببعضها؟ يعني يعني الارقام ايه؟ ما انت انا قصدي ايه؟ هنا هو الشيل قيمته موجبه ولا سالبه؟
الشيل سالب صح ولا ايه؟ يعني انت لما تيجي تمثله هتمثله كلوك كويس زي ما انا عامله كده، وساعتها لازم التاني ده لما تيجي تحسبه يكون كاونتر كلوك كويس كده. لا يطلع نفس الارقام بس عكس الاشاره في الشيل. والشيل زي الارقام اللي هي ايوه زي دي لازم يشيل عشان يبقى ان كوليبري. مستوى العمودي على ما ده هيبقى قطر. ثانية قول لي تاني. مستوى العمودي اللي هو على المستوى اللي احنا جبناه على الخط اللي هو مايل اللي على الزاوية 3 ايوه هو ده. الخط العمودي عليه ده قطر. ايوه ده قطر دايرة المفروض منتصف وان هو يقطع لك الدايرة دي ده هيبقى قطر. ايوه ده هيبقى قطر الخط ده هيبقى قطر. ايوه الدايرة دي طبعا. ما انت عندك انفينيت نمبر اوف دايامتر. ده هيبقى قطر. ايه الهدف ان يا جماعه ما زي ما هو ده حصل ما ده مش ده كان قطر وكان تو بلينز عمودين على بعض فالخط الواصل ما بين نقطتين نازل ده اللي هيبقى قطر ده القطر ده القطر بس انا طبعا الرسمه بايظه خالص يعني القطر ما بين النقطتين العمودين على بعض هو ده اللي هيديك ده يعني انا من عند الجمهور هرسم عمودي على الخط ده اه دول مسؤولين في قطر زي دول بالظبط وزي ما هنشوف دلوقتي في البرنسبال ستريس قطر بيتغير ازاي؟ انا الرسمه وحشه بس ده هيبقى نفس الطول ده هيبقى نفس الطول ده كلهم بيمروا بالسنتر انا راسم وحش لما رسمت شباب مش عايز صوت رسمت العمود ليش رسمت العمود مع انه طلب الزاويه 30 ليش رسمت العمود عليه؟ انا بقول لك عايز الاستريسز على تو بلينز واحد فيهم تو بلينز بيربندكولار على بعض متعمدين على بعض واحد فيهم بزاويه ميله كاونتر كلوك وايز من الهوريزونتال اللي هو ده يبقى انت كده حليت الاستريسز دي طب العمود عليه تحددها ازاي؟ العمود عليه خد عمودين من البول بس جزء التنشن ده صح يعني ايوه هو في المساله دي جه كده انا قصدي اعمله كده عشان المساله بس هو حسب بقى المساله بتاعتك صح صح السوري عادي يبقى عليها تنشن مش هتشيل طيب ركز بقى معايا ايه؟ الاجهادات عليها عامله ازاي؟ الفلان ده عليه شير موجب وسيجما سالب لو هي الرسمه دي صح بس انا راسم غلط فهتلاقي ان انت على ده هتلاقي في تنشن كده وهتلاقي ان انت عندك الشير ده موجب قيمته موجبه فيكون كاونتر كلوك وايز. الشير موجب ولا هي اصلا مش هتشيله يعني هي اصلا يعني الجزء ده اللي احنا عملناه دوت كده ومش موجود قلت مش هتشيل شاسو. يعني المفروض الدايره تترسم دوت في الجزء التاني. المفروض لان هي مش موجوده. عشان جت في الجزء التنشن يعني قيمة السيجما هي دي صح ولا ايه؟ مش قيمة السيجما؟ اه بسلمها. طيب نكمل بقى في حاجتين معلومتين زيادة بس عايز اشرحهم من اهو هو حاجة اسمها البرنسبال ستريسز. يعني ايه كلمة برنسبال؟ كلمة برنسبال ستريسز معناها اجهادات على البرنسب ده ما تصاحبهاش الاجهاد التاني. يعني الاقي الاجهاد اللي هنا واللي هنا هي نورمال ستريسز بيور وزاوت شير صح ولا ايه؟ قيمه نورمال ستريس كبيره قوي من غير ما يصاحبها اي قص حلو؟ فبسمي التسميتين دول مهمين قوي ده بسميه سيجما 3 وبديله تعريف هو الماينور برنسبل ستريسز وده بسميه سيجما 1 وهو الميجور برنسبل ستريس تمام؟ ايه ميزتهم دول؟ ان دول نورمال ستريسز وزاوت ايه شير. على البلين اللي بيأثروا عليه ما بيكونش مصاحبهم شير. لو عايز احدد البلينز اللي فيها الزاويه دي اللي فيها السيجما 3 والسيجما 1 احددها ازاي؟ زاويه ميل البلين ده احدده ازاي؟ من البول بحيث ان انت لو جيت من السيجما 3 هنا اهو تقول والله قال لي شكل البريزم ودي زاوية الميل بتاعته اللي هي اسمها سيتا 3 وتقول لي والله سيتا 3 بكذا كاونتر كلوك وايز. سيتا 3 هتقسم من البول ولا هتقسم
من ايه؟ من البول والسيل براحتك. انت لازم ترسم كده اهو في الرسمه بتاعتك، تاخد خط افقي وتعمل كده اهو السهم طالع لفوق وتقول السيتا 3 بتساوي كذا كاونتر كلوك وايز، تكون مبينها في الرسم. اسمها براحتك بس لازم تكون معرف هي كلوك وايز ولا كاونتر، تكون راسمها. فالاستريسز هنا اهو بتساوي كام؟ كام الاستريسز هنا وهنا؟ في المسألة بتاعتها دي هتلاقيها قيمتها نيجاتيف، هتلاقيها طالعة تنشن سيجما 3 وسيجما 3. الرسمة بتاعتها لما جينا رسمناها هو بيقول لك أول مطلوب هو هل تنشن ويدو، هل إني تنشن ستريسز ويدو كير؟ تقول له أه، لأن في جزء من الدايرة جاي في الجزء الثاني. بعد كده بيقول لك حدد لي البرنسبل ستريسز اللي هي سيجما 1 وسيجما 3. فسيجما 1 هتلاقيها طلعت معاك بنيجاتيف 0.41 كيلو جرام على السنتي. طيب دي الاستريسز على البلان ده، طب الاستريسز على البلان العمودي بتساوي كام؟ سيجما 1. دي لو هي سيجما 3 يبقى الاستريسز على البلان العمودي على ايه؟ هو سيجما 1. ومنها لو عايز الاستريسز اللي هي سيجما 1 دي تعمل ايه؟ هي العمودي على ده، الاثنين دول عمودين على بعض والخط الواصل ما بينهم يمثل لك قطر الدايره. فاهمين ولا لا؟ هو موضوع بسيط، انت مش عارف تحسب كتير، هو ما فيهوش حاجه تمام. وساعتها هتلاقي شكل البريزم مايل بالزاويه دي، والاستريس اللي هنا هي سيجما 1 والعموديه عليها بيساوي كام؟ سيجما 3. تيجي تقيس الزاويه تقول له والله الزاويه بتاعتي اهي السيتا 1 بتساوي كذا كلوك وايز، مجموع السيتا 1 الكلوك وايز والسيتا 3 الكاونتر كلوك وايز لازم يساوي كام؟ 0. انت انت بجد راجل نوار، يساوي كام؟ 90. لا يساوي 90، لو خليتها 89 تغلط صح ولا ايه؟ لان الزاويه دي 90، فلازم مجموع المثلث كله يبقى 180 صح ولا ايه؟ طيب نكمل بقى الاسئله. قيمة السيجما 3 هتلاقيها طلعت معاك ب 7.4 او سيجما 1 7.4 كيلو جرام على السنتي. اخر مطلوب ايه بقى؟ عايز الشير اند نورمال ستريسز. ركز بقى، ركز، عايز الشير اند نورمال ستريسز وانا بلين ميكينج ان انجل 45 انتي كلوك وايز فروم ذا دايركشن اوف ذا بلين اون ويش ذا ميجر برنسبل ستريسز اكتف. يعني بيقول لك من الميجر برنسبل ستريسز عايز تميل بزاويه 45 درجه كاونتر كلوك وايز وتحدد لي الاستريسز اللي على البلان ده. تعمل ايه؟ تيجي من الميجر برنسبل ستريسز بلان اللي هو من هنا لحد البول، تقيس من عليه كاونتر كلوك وايز زاويه 45 درجه وتطلع من نقطه البول للخط ده، هو ده البلان اللي عايزه. تحدد له السيجما سيتا والتاو سيتا، هتلاقي قيمة السيجما سيتا هتطلع بتساوي 3.5 والتاو سيتا بيساوي 3.9 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. كويس؟ سهلة؟ يبقى دايرة مود بنعمل فيها ايه؟ بنرسم الاكسس وبعد كده نرسم الدايرة، وعندي تو كيسز زي ما حلينا في أول مسألة، كان بيقول لك إن الزاوية ما بين التو بلينز 90 درجة، ساعتها الخط الواصل ما بينهم هيمثل لي دايمتر. تاني حاجة زي المسألة اللي هنحلها دلوقتي، إن يكون الزاوية ما بين النقطتين مش 90 درجة، فهيمثل الخط الواصل ما بين النقطتين دول كورد في الدايرة، ونعرف إزاي هنرسم منه الدايرة. وهما الاثنين لازم تكون السنتر اوف سيركت فين؟ على الاكس اكسس. حلو؟ بس مش المفروض هو بيقول من عند الميجور اخد 45 درجه كام؟ اه هو قايل لك كده، هو قايل لك صراحه. طب ليه انا خدت المستوى ده مش المستوى اللي هو ايه المستوى بتاع الميجور برنسبل ستريس؟ مش الميجور والماينور هم المستوى الافقي؟ لا طبعا. اكبر ستريس يعني هم دول المستوى الافقي؟ لا. لو تفتكر موضوع الميجر والماينور دوت فين تاني وانت بتعمل مومنت اوف انيشيا؟ اصل الفكره كلها معايا ان انا كنت
يعني واخد الموضوع في الموت وفي نفسي احنا عايزين الموضوع شويه ما تعال تعال نشوف كنت انت لو معاك مستطيل زي كده دول والله ادي الاي اكس او الاي واي بتاعته وادي الاي اكس بتاعته فمش مشكله دي المومنت اوف انيرشيا انما لو جيت ميلت عيلت البشاوره دي بزاويه وقست الاي اكس خلي بالك ابص الاي اكس زي ما انا داي زي ما انا ما جيتش عمودي على البشاوره لا زي ما انا جيت قست الاي اكس وقيمه الاي واي القيم بتختلف صح ولا ايه فهتيجي كان في ال كان في ال سيكشن مثلا كان بيقول لك الماكسيمم مومنت اوف انيرشيا فين لما يبقى ال سيكشن مايل بزاويه على ما اتذكر 45 كان هو ده اللي يديك الماكسيمم مومنت اوف انيرشيا للال سيكشن كنت بتشغل كل القطاع معاه فهي الفكره بالظبط ان انت معاك البريزم ده بالشرط البريزم دي تبقى هي دي الماكسيمم ستريسز نورمال ولا هي دي اللي تعمل لها يحصل عندها فيلر بالشرط الفيلر اللي هيحصل على الويكر سيتا ليه بيحصل لي ويكر سيتا ان انت دايما كل ما بيلف كل ما هيكون عندك تو كومبوننت ده على طول افق خلي بالك التاو دي على طول افقيه والفيرتال والسيجما بيجي على طول راسيه فلو عايز تدرس البلان ده لو لفت هتبتدي تحلل السيجما والتاو على البلان الجديد ده بالظبط فهتلاقي نقطه انت شغال تلف السيجما تلف السيجما لحد لما تيجي توصل ان كل كومبوننت بتاعتها هتبقى عموديه وتتحول لك كلها لسيجما مش هيبقى عندك اني شير بس مش شرط ده يبقى هو الويكر الويكر هيحصل ايه لما يبقى عندي شير ستريس كبير زي ما هنشوف يضيع لك السيجما السيجما اللي هي عامله لي كومباين يتغلب عليها شير ويحصل انهيار هو ده الويكر زي ما انا بقول طيب ركز بقى معايا نحل تاني مساله تاني مساله بيقول لك ايه بيقول لك تو بلينز اي وبي ميكس ان انجل ثيتا ركز بقى ركز بيقول لك البلينز اي تو بلينز اي وبي الزاويه ما بينهم ثيتا مش 90 بيقول لك بلان اي هاز ا نورمال ستريس ب 4.2 وشير ستريس 1.7 حلو وبلان بي عليه ستريسز ب 6.6 كيلو باسكال وشير ستريسز سالب 3.8 كيلو باسكال بيقول لك ان بلان اي بيميكس 35 درجه وذ هوريزونتال درو المور سيركل طيب هو بيميل ب 35 درجه وذ هوريزونتال طب تعالى كده نرسم المساله الاول اول حاجه طول ما هي مور سيركل ارسم المحاور بتاعتي السيجما والوحده بتاعتها كيلو باسكال التاو الوحده بتاعتها كيلو باسكال اوقع النقط بتاعتي نقطه A بيقول لك 4.2 وشير 1.7 اللي هيكون هتلاقي نقطه B دي جت لك هنا ونقطه D هتلاقيها جت لك هنا اهو كده كويس ده نقطة A أو بلان A وبلان B دول بيقول لك إن الزاوية ما بينهم ثيتا فهيمثلوا لي إيه في الدايرة؟ كور يعني أوصل ما بينهم خط كده وأنا عارف سنتر الدايرة هيكون فين؟ على إكس أكسس صح ولا إيه؟ طب إيه اللي يميزه؟ إن لازم يكون منتصف الكورد ده لو أخدت عمودي عليه يقطع لك ساعتها مركز الدايرة طيب تفتح البرجل بتاعك الستاندرد بتاع الدايره نقطه A وترسم الدايره بتاعتك. الدايره دي احلى. طيب ايه نقطه B ودي نقطه A. حلو؟ طيب رسمنا الدايرة عايز ايه اول مطلوب؟ عايز الستريسز او خلينا من اول مطلوب عايز الميجر والماينور برنسبل ستريسز حددهم ازاي؟ دي سيجما 3 والسيجما 1 هتلاقي ان قيمة السيجما 3 هتساوي والسيجما 1 هتساوي 11.8 و3.8 تمام ده مطلوب رقم 2 بعد كده مطلوب رقم 3 بيقول لك ايه عايز الماكسيمم شير ستريسز
and its inclination angle. احدد الشيل ستريس منين؟ الماكسيمم شيل ستريس فين؟ تيجي من عند نص بطن الزايده تاخد خط راسي فوق وتحت، هو ده الماكسيمم شيل الموجب والسالب. هيكونوا ايه علاقتهم ببعض؟ قد بعض في المقدار مختلفين في الاتجاه. هتلاقي ان التاو ماكسيمم والتاو مينيموم هيساوي موجب 4 وسالب 4 كيلو باسكال. طب عايز الزاوية بقى، عايز زاوية متر. بص بقى عشان نتفق، طول ما هي مور سيركل غصب عنك بعد ما ترسم تحدد لي البول. لازم قالك بقى عشان تحدد البول، قالك ايه المعلومة اللي اديها لك عشان تحدد البول؟ قالك ان زاوية البلان ايه، البلان ايه بيميكس 35 درجه وذ هوريزونتال وذ هوريزونتال. طيب ادي البلان ايه، ادي نقطه ايه، بيقول لك ان هي مع الهوريزونتال في 35 درجه. كاونتر ولا؟ ايوه دي بقى المشكله، هو اللي قال لك لا كاونتر ولا كلوك وايز. كلوك طبعا. بص انا بعمل ايه، هو مش هي مش اسيوم ولا حاجه، هو موضوع بسيط. هو طول ما قالكش الصح تعمل الاثنين وتحل المساله مرتين، لان على فكره نتائج البول لو طلعت فوق غير لو هي نزلت تحت. بالظبط، واحده واحده بقى. انا بعمل ايه على طول؟ على طول هو ما ادانيش اشاره، على طول بعملها كاونتر كلوك وايز واشتغل عليها احتمال واشتغل عليها. بس الصح انك تعمل الاثنين، بس الامتحان هيجي لك ايه في الاول وفي الاخر؟ لازم يقول لك، لازم يقول لك تشيل كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز، يعني ما تقلقش منها. انا هعمل ايه؟ لو جات لي مساله زي كده انا مش هفكر، هو مش مديني زاوية ميل، فأنا هطلع كاونتر كلوك وايز ب 35 درجة. يبقى هي دي نقطة البول. فأنا راسم رسمة وحشة. يعني أنا بضحك عليك كل ده، هي أصلا نقطة إيه المفروض تبقى هنا والدايرة فوقيها قوي خالص. فهي شكل يعني انا معيش داتا تشوف حتى عشان اوريكوا الرسمه صح، بس حلها النهارده هتلاقيها فيري سيمبل ما فيهاش حاجه، وهتلاقيها واضحه ومش معقده خالص. فحددت نقطه البول، عايز ايه؟ عايز زاويه ميل التاو ماكسيموم والتاو مينيموم. احددهم ازاي؟ عمودي من ايه؟ التاو ماكسيموم اهي، تاخد خط من هنا لهنا كده تقول والله هي دي سيتا بتاعت الماكسيم. طبعا يعني دي هتبقى فوق، هتبقى دي نازله لتحت، تحدد انت زي ما براحتك. انا راسم وحش، وهنا اهو تطلع بدي كده وتقول لي وادي السيتا ميني، وتحدده بقى كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. تمام؟ مش القلم ده مش باين، بس مش هتطلع اهو من دي هنا اهو كانت السيجما ماكسيم اهي، وهتطلع هنا اهو كده وهنا اهو دي كده الزاويتين دول ايه؟ كنا عايزين الزوايا اللي بتميل فيها البليز اللي عليها التاو ماكس ممدوح. عايز زوايا بتاعتها؟ مش مهندس حضرتك، ممكن مش احنا عملنا ايه؟ ظبطوا فيها يا جماعه. عايز زاويه الميل بتاعت التاو ماكس من احد الدومين اهو. انا جبت البول ولا لسه؟ جبتها البول اهي؟ مش جبت البول؟ مش البول دي بتيجي من شباب مش عايز صوب بقى، مش عارف انتوا مش فاهمين ليه؟ اهدى بقى اهدى. نهدى نهدى. البول كفايه نقطة واحدة كده؟ هي مالهاش غير نقطة واحدة، ما انا كنت بشرح ايه؟ يعني كفاية مستويين اللي هو مستوى واحد اللي محتاجه. انت عشان تحدد البول مش محتاج مستويين، هو مستوى واحد بس. لو عارف الستريسز على بلان وعارف اتجاه البلان حدد البول. مش محتاج 100,000 بلان عشان تحدد البول. صح ولا ايه؟ طيب فحددت الزوايا بتاعة التاو ماكسيموم والتاو مينيموم. تمام؟ هيطلعوا لك بكام؟ هيطلعوا لك هنا اهو دي ب 67 درجة كلوك وايز. لا انا اسف، المدة الاكثر بس حاجة مختلفة عنده، فانت تيجي تحلها عنده. تعرف انت ازاي؟ عشان انا حاجة بس مختلفة عن المدة الاكثر شوية. المدة الاكثر بقى اعمل كل تحت، بس انا بثبت الحاجة اللي انا مرتاح لها، يعني انا ببطل فوق خلاص. طيب اخر مطلوب بقى ايه؟ عايز الاستريسز اون بلان. ثانية واحدة، inclined at 20 درجة from the horizontal. عايز الستريسز على بلان
مايل بزاويه 20 درجه من الافق تعمل ايه؟ تطلع 20. بس انا شايف يعني على طول طول ما هو مش مديني اشاره انا بطلع فوق 20 والرسمه هتطلع معاك. انا عشان راسم واحد هتلاقيها تطلع معاك عادي في زاويه 20 ما فيهاش مشكله وتحدد الاستريس. سؤال بقى زياده، لو جه طلب منك الزاويه ما بين التو بليز، هو مش قال لك ان انت عندك بلين ايه بيميل بزاويه 35 درجه من الافق، ده بلان ايه اهو، بيقول لك ان انت عندك بلان بي مايل بزاويه سي بتاع على بلان ايه، وكان بيديك الاستريسز عليه صح ولا ايه؟ وايوه وليكن ادي بلان بي مايل بزاويه سي تا ده بلان بي. ثبت ريفرنس نجيب منه زاويه مين ايه وزاويه مين بي. لو عايز انت السيده دي بكام تعمل ايه؟ من البول ناخد زاويه ايه ومن زاويه بي ونتخلف. ممكن ممكن من البول من الهوريزونتال ادي ادي نقطه بي اهي، تاخد مع الافق ده الزاويه وادي نقطه ايه تاخد مع الافق ادي الزاويه وتطرح من بعض تحدد السي او بالمنقله على طول تيجي تقيس توصل الخطين دول ببعض وتقيس بالمنقله. لا كده كده بنرسم جرافيك. اه خلي بالك انت بتشتغل بالمنقله كل حاجه حساب بالمنقله. طيب حلو طيب بالله مش كفايه طبعا لحد دلوقتي ركز بقى معايا. لما جيت قلت لك الشيل سترينج كنت رسمت لك العلاقه ما بين السيجما والتاو، ولما جيت رسمت مور سيركل رسمتها في العلاقه ما بين السيجما والتاو. لو دمجت الرسمتين مع بعض هتلاقي عندك في الحقيقه ثلاث احتمالات. وركز بقى معايا علشان في سؤال بونص. ادي والله الفين ده بنسمي الخط ده، لو ده هنا اهو تاو وهنا اهو سيجما بنسمي الخط ده فيلير امبلو. كويس، ده بنسميه فيلير امبلو بحيث ان ده هو سي وزاويه المين هنا اهو فاضي. طيب عندي ثلاث احتمالات لما هاجي هرسم المور سيركل مع الفيلير امبلو ده، ثلاث احتمالات. اول احتمال انك تطلع لك الدايره حاجه بالمنظر ده كده، بس ده ايه في الايه بيقولوا ده الماكسيمم سترينث، ده الشير سترينث بتاع التربه، ده اقصى حاجه تقدر تشيلها التربه. ده عندها بنسمي المور سيركل دي او الاسترينث اللي كونت المور سيركل دي ان الاستيك ايكوليبريم ونو فيلير. وهنعرف يعني ايه ان الاستيك ايكوليبريم او اد الاستيك اكليبريم. تاني دايره ممكن تطلع لي حاجه بالمنظر ده، ان هي هتيجي تمثل لي الخط ده في نقطه، وهي دي النقطه اللي هيحصل لي عندها انهيار وليكن هي نقطه اكس، بسمي دي ساعتها ايه الكونديشن دي الاستريس اللي تكون لي الدايره دي، بسمي الدايره دي ان بلاستيك إيكوليبريم وفيل وكير آت بوينت إكس. إمبلاستيك إمبلاستيك إيكوليبريم، هنعرف يعني إيه إمبلاستيك إيكوليبريم أو آت بلاستيك إيكوليبريم. تالت دايرة ممكن تطلع لك، ودي عمرها ما هتحصل طبعًا، إن الفيلير إنفلوب أو إن الدايرة تعدت فيلير إنفلوب، عمرها ما هتحصل أصلًا، يعني هو آخر التربة تشيل 100، عمرها ما تشيل 150، فدي عمرها ما هتحصل. سؤال البونص بقى اللي محدش هيحله ان شاء الله. هل زاويه من الخط؟ لا طبعا. ركز بقى معايا نقطة الاكس دي، تعالى نطلب كده ارقام وليكن ان عليها اجهادات هنا اهو. السيجما مثلا هنا ب 40 والكورسبوندنج شير بتاعها وليكن مثلا 30 مثلا. هل ده الماكسيموم شير؟ لا دي ماكسيموم شيل اعلى صح ولا انت بس عشان راسم وحش. الماكسيموم شيل هنا عند السفح فوق، بس السفح ده مش معدي الخط. انا لو رسمت الديتيل شويه هو ادي بتاع ده عامل كده، ففي ماكسيموم هنا عن هنا صح ولا ايه؟ في هنا اهو سيجما ماكسيموم
او تاو ماكسيموم وليكن مثلا بيساوي 35 كيلو باسكال ومعاه كروسبوندنج نورمال فورس وليكن 43 كيلو باسكال مثلا او 45 كيلو اي ما زي ما تكون يعني اي حجم اي قيمه. ليه الانهيار ده السؤال بقى ايوه ليه الانهيار حصل لي على الاستريسز ال 30 وال 40 وما حصلش على الاستريسز الاكبر منه اللي هي 45 و 35 عشان كونفايند. يعني عشان كونفايند يعني انا هو اصلا بيزيد لينير كل ما النورما بيزيد عليها بيزيد لينير الفريكشن معاه فانا لما بعملها كونفايند اكتر بتشيل له ضغط. دكتور لسه قايل ده بجد؟ شنو وانا اقول اللي سأله اللي سأله زكريا اه خلاص يعني في فيسبوك لا انا عايل انا عايل انا عايل تمسح الكلام ده لا روع لا روع تمسح ايه هو اللي حزم لي العينه وخلاني الشيل اللي بيأثر عليها ما يأثرش عليها وخلاها تنهار. انما حصل انهيار امتى؟ لما كان عندي نورمال ستريس صغير قوي او مش قوي يعني صغير مقارنه بالشيل ستريس اللي عليه فعندها الشيل ستريس ده قدر يتغلب على الكونفايند بتاع النورمال ويعمل لي انهيار. ده السبب ان الانهيار حصل لي على شيل اقل من اكبر شيل ممكن تشوفه البريزل. تمام يا شباب؟ مش فاهم دلوقتي انا انت عرفت السؤال سؤال بقى كويس ليه الاستريس حصلت هنا وما حصلتش هنا؟ ان انا بقول لك عندي تو كومبوننت الاثنين معتمدين على بعض ما ينفعش يبقى عندي شير كبير بس معاه نورمال مكتفه فمش عايز يخليها تنهار. انما الانهيار يحصل امتى؟ ان يكون عندي شير كبير شويه والنورمال اللي بيقاوم او عامل لي كونفايند قليل مش قادر يقاوم الشير ده فعندها الشير يتغلب عليه ويعمل انهيار. فايه اللي حصل؟ انا عندي ان هو شير كبير بس عندي كمان نورمال اكبر او نورمال كبير مزود لي الاسترنس فساعتها الانهيار مش هيحصل. انما لما يبقى الشير يتغلب على النورمال ستريس ده او الكونفايند اللي عامل نورمال ستريس ساعتها يحصل ايه؟ طيب اخر حاجه بقى وهي تحديد قيمه السي والفار. بس يا ابني ده هيبقى حكايتي عشان خاطر خمس دقايق خلينا نطلع عشان خاطر احل لكم مساله ونمشي تمام. بس عايز احدد السي والفار. لو عايز احدد السي والفار ده هيبقى طول الشابتر ازاي نحدده. اول تجربه هي ابسط تجربه هي الدايركت شير تيست وده عباره عن ايه؟ عباره عن تو بوكسز كده. التو بوكسز دول مش لازقين في بعض تمام بحيث ان انا بحط هنا اهو اف فيرتيكال فورس وبحط دايال جيج بوكس وراسي ده بيقيس الدلتا فيرتيكال الفيرتيكال ديسبيسمنت وده بيقيس الدلتا اتش هوريزونتال ديسبيسمنت وابتدي احط اف اتش هنا هوريزونتال فورس لكل فيرتيكال فورس اف فيرتيكال اي بتساوي قيمه معينه هبتدي احط فيرتيكال فورس معينه واثبتها هبتدي اقصر بالهوريزونتال فورس على العينه دي حلو وطول ما انا بقصر بالهوريزونتال فورس الفيرتيكال دايل جيج بيقرا والهوريزونتال دايل جيج بيقرا حلو مع العلم ان الهوريزونتال فورس دي ليها طريقتين يا اما انا اديها لك في المساله بقول لك انا دلوقتي بقصر بجرام ب 2 جرام ب 3 جرام تمام بس دول جم منين؟ جم من حاجه اسمها بروفينج رين. في الكونستانت اوف بروفينج رين دي اسطوانه كده معينه ليها ماتيريال والدايامتر معين بيكون معروف لما تيجي تتحرك مثلا جوه ملي الفورس اللي اتحركها ملي دي قد ايه؟ فببتدي اقدر احدد قيمه الاف اتش بدلاله البروفينج رينج دايره هي كده. حلو؟ فساعتها انا ممكن اديك قرايات البروفينج رينج واديك الكونستانت اوف بروفينج رينج
بحيث ان الياف البروفنج رينج دي هتكون بالملي والكونستانت البروفنج رينج هيبقى وحدته كيلو جرام على الملي. تضرب الاثنين في بعض تحدد الاف اتش كويس. الاختبار بقى عباره عن ايه؟ لكل اف فيرتيكال بحط فيرتيكال فورس معينه وابتدي اقيس ايه الحاجات اللي بتقارن الاختبار البروفنج رينج دي الاريا بتاعت البروفنج رينج وحدتها تبقى مليمتر معايا. الحاجات دي هكون اقدر اقيس الدلتا فيرتيكال الفيرتيكال ديسبليسمنت، اقدر اقيس الدلتا اتش الهوريزونتال ديسبليسمنت صح؟ اقدر اقيس ايه هنا بقى؟ اقدر احسب ايه؟ الاف هوريزونتال بيساوي ايه؟ بيساوي القيمه اللي هنا وهضربها في البروفنج رينج كونستنت. هكون جايب ان دي تقدر تحسب القيم دي ومن هنا تقدر تحسب التاو. انت العلاقه بترسمها ما بين سيجما وتاو وتقدر تحسب التاو. التاو هيساوي ايه؟ الاف اتش على الاريا. انتوا حطوها في المحاضره اريا كوريكتد؟ حطوها في المحاضره اريا كوريكتد؟ يا راجل واداك القانون بتاعها؟ لا هو قال بس الاريا كوريكتد ان انا كل ما بحرك تمام. بص بقى يا شباب طالما هو الدكتور قالها في المحاضره المفروض ان انت طول ما انت بتحرك الحته دي لو هي لسه ما اتحركش ولا اي حاجه الاف فيرتيكال هيجيب لي انا عايز احدد ايه سيجما وتاو. عايز احدد سيجما هنا وتاو. فالسيجما بتساوي ايه؟ بتساوي الاف فيرتيكال على الاريا والتاو بيساوي ايه؟ بيساوي الاف هوريزونتال على الاريا دي صح ولا ايه؟ مش كده؟ طول ما هو ده كده ثابت بس ده لو ده اتحرك بتلاقي ان الاريا طول ما انت بتتحرك بتقل بيصير لها كوريكشن. حلو؟ لحد علم لحد دلوقت واللي نزل في الموديل انسر واللي الدكتور واقف عليه ان احنا هنثبت الاريا تبسيطا للحسابات بس مش دي الصح. الصح ان انت بتعمل اريا كوريكشن لكل قرايه للهوريزونتال ديسبيسمنت. كل ما فيه هوريزونتال ديسبيسمنت ملي الاريا بتقل ملي صح ولا ايه؟ فده الصح اللي اعمله. بس احنا هنعمل ايه عندنا في المنهج لحد دلوقتي لحد ما اتاكد من الدكتور ذات نفسه شكلك الاريا كوريكتد ولا لا؟ على حسب بقى الاريا كوريكتد ايه؟ لو هي مدوره هيبقى قانون مختلف تماما عن لو هي مستطيله. تمام؟ طيب فانا لحد دلوقتي اللي عليكم ان الاريا دي هكون مديها لك انا جيفن في اول المساله وهثبتها. وهي من كل سيجما فيرتيكال من كل اف فيرتيكال تحسب السيجما فيرتيكال الاف على الاريا الكونستانت دي. والاف اتش هتقسم كل القيم الاف اتش على الاريا الكونستانت دي وتحدد التاو. هتلاقي بقى شكل العلاقة عامل ازاي؟ لو جيت رسمت العلاقة ما بين الدلتا اتش والتاو أو الدلتا اتش والدلتا في هتلاقي شكل العلاقة عامل ازاي؟ بص تطلع كده وتنزل كده ده السيجما في واحد. حلو؟ بتلاقي شكل العلاقة عامل كده أهو بتلاقيها لينيا بلاستيك في الأول لحد ما توصل لبيك بيك بوينت ويحصل لي حاجه اسمها ريزيدوال ستريس. تلاقي انت عندك شير ستريس هنا اهو بس قيمته صغيره قوي عن البي. لو زودت السيجما بي زودتها اكتر متوقع الكيرف ده يزيد لفوق ولا ينزل تحت؟ لو زودت السيجما بي التربه بتبقى مور سترينت اقوى ومنها يديك ستيفنس اعلى يبقى ليه لينير ميل كده اهو اعلى يديك دلتا اتش اقل من اللي قبله صح ولا ايه؟ ده عند سيجما بي 2 زودت تاني سيجما بي 3 صح ولا ايه؟ عندها لو انا عايز ارسم العلاقه بيني ما بين السيجما والتاو السيجما والتاو ساعتها هبتدي احدد البيك بوينت لكل نقطه هنا ان هي هتبقى تاو 3 تاو 2 تاو 1 واحدد النقط دي. وهي لو سي فاي سويل لازم الخط يمر ما بينهم ويقطع لي جزء من الواي اكسس اسمه سي وزاوية الميل بتاعته هي فاي. ليه بقى كنت بسمي ده بلاستيك وده الاستيك؟ لان طول ما انا الاستريس بتاعتي اقل من الانفلوب معناها ان انا هنا اهو فين؟ معناها في اللينير الاستيك زون صح ولا ايه؟ عشان كده بعتبر نفسي ان لينير الاستيك او الاستيك كونديشن. اول لما جيت المس الفيلير انفلوب ده معناها ان انا وصلت فين؟ وصلت عند البيك بوينت اللي بعدها حصل لي بلاستيك بهيف العينه بقى بتجري يحصل لي ديفورميشن عاليه خالص ويحصل لي فيلير. وهي ده السبب ان انا سميت الاثنين دول كده. طيب خلاص الحكايه خلصت بس فاضل اخر حاجه صغيره. بلاقي شكل قرايات الدلتا اتش مع الدلتا بي عامله ازاي؟ كانت بتيجي تقعد يحصل لي انا بتحرك كده. بص بقى ركز معايا
انا بتحرك كده وبضغط، انا السيجما بي ثابته، سيجما بي عندي ثابته، بتحرك كده زي ان ايديا تقعد تنضغط، تنضغط الحبيبات بتبتدي تقعد تعشق في بعض وتنضغط، فبتلاقي يحصل لي انضغاط بالمنظر ده كده لحد النقطه بتاعت البيك، يعني يحصل لي انضغاط. بعدها تلاقي بيحصل، تلاقي يبتدي الدايل جيج يقرا لي اندفاش، انا ضاغط، انا طول ما انا ماشي بنضغط بنضغط، حصل ان ابتدى يحصل فين الايديا بتاعت تعلى كده. ليه؟ شيل ايوه حبيبه كويس يا دكتور، انت اللوكي بالظبط. تلاقي ان انت لو عندك حبيبات بالمنظر ده كده على السطح ده، اتفقنا ان عمر ما القص هيكسر لي الحبيبه، مفيش حاجه اسمها يكسر لي الحبيبه دي نصين ويعدي. فيحصل انهيار ازاي؟ تلاقي ان دي اتحركت لقيت لها فراغ هنا واتعشقت فيه، دي اتحركت فاتعشقت، كلهم عشقوا في بعض، بعد كده انت لسه بتعمل شيل، فهم يحصل لهم كلهم اوفرلاب على بعض، يطلعوا فوق بعض كده وتلاقي ان ده يبتدي يعلى. متخيلين؟ ونفس الحكايه ان هو لو انت زودت الاجهاد تلاقي ان المنظر ده هو ده المفروض في الرمل بس. لا في الرمل بس. في التيم بتلاقي الموضوع بيختلف. ده في الحاله دي اللي هو الساندويز اند ستيف. ستيف ليه؟ مع دي بقى نظر كتير جدا هتعيشوا فيه. الكونديشن معاك بتختلف لو هي كانت لي او ساند. انا بتكلم على الحاله دي الديد ساند. هو اللي يحصل في الموضوع ده. اللو ساند ما يحصلش فيه كده. اللو ساند تلاقيه كله على طول بينضغط مع الوقت. يبدا ممتد الملامح على طول. اه طول ما انت بتضغط وبتحرك تلاقي ان في فراغات كتير قوي تساعدك ان يحصل لك انه ما يحصلوش اوفر لوكينج. انت اللوكينج جاهز؟ اه بيحصل له انت اللوكينج، هو بيعشق في بعض، وبتلاقي ان اصلا شكل السترينث بتاعه بيزيد وينزل، تلاقي شكل السترينث بتاعه بيفضل يزيد كده يحصل له هارد. مش هيحصل دايليشن في العينه؟ يعني مش هيحصل له دايليشن لو هو لوس ساند، مش هيحصل له دايليشن.